تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. إن شاء الله خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع وأمور طبية وصحية أكيد تهمكم وتفيدكم، ونستقبل استفساراتكم مداخلاتكم وأي اقتراحات عندكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بخبركم بأرقام التواصل، بس قبل أرحب فريق العمل وياي اليوم. في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم اليوم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة لليوم. اليوم في فئة معينة بنكون مركزين عليها في فقراتنا الثانية والثالثة إن شاء الله، بس فقراتنا مثل ما عودناكم تكون التوعوية من البداية، وفقرة السوشيال ميديا بتكون قبل الفقرة التوعوية. ويانا أختنا أسماء الجناحي، بنتكلم اليوم وياها بخصوص وبنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. صبحت الله بالخير أسماء. كم الله بالنور والسرور دكتورة عليك على كل المستمعين إن شاء الله. ناخذ جولة شوي بالأشياء اللي تصير في قنوات التواصل الاجتماعي. أكيد. حاطين احنا تقريبا في مبادره طاقتها كانت هيئه الصحه، كان اسمها انقذ حياه من صندوق الصحه اللي عندنا. استفاد منها 18 مريض يعانون من الفشل الكلوي من المرضى المهترين الموجودين في مستشفى دبي. غير هذا من الاشياء اللي قاعدين نتكلم عنها، كنا حاطين سؤال: ما هو الافضل، شرب الماء حسب الوزن او شرب 8 اكواب من الماء؟ شارك فيها تقريبا أكثر من 120 شخص ما شاء الله. اللي شاركوا قالوا 54% قالوا حسب الوزن، و 46% قالوا 8 أكواب من الماء. نحن دائما نسمع عن موضوع 8 أكواب من الماء 8 أكواب، لكن صحيح 8 أكواب من الماء هاي المينيموم اللي مفروض الواحد يشربها، يعني مو أقل عن شيء. صحيح. فيفضل أن يشرب الماء حسب الوزن. وكيف ممكن أعرف الحاجة اليومية؟ أن نحن نضرب 30 في الوزن، يعني إذا كان واحد وزنه 100 يضرب 30 يطلع 300 أو 300. غيرها طبعا إذا كان الجو حار، إذا كان يعرق، إذا كان يسوي رياضة، إذا كان يشرب قهوة لازم يزيد أكثر، فيضربون 30 في وزنها يطلع لهم عدد الملي لتر اللي لازم يشربونه خلال اليوم. وهذا اسمه بعد للأشخاص يعني اللي ما عندهم مشاكل معينة تخليهم أن الطبيب ينصحهم أن يقللون الماء أو يشربون كميات معينة. أيوة طبعا، اللي عندهم مشاكل وأمراض الكلى وأمراض لازم يتابعون الأخصائي التغذية أو الطبيب المعالج يقول له هل أشرب وايد ولا ما أشرب. أيضا من النصيحة الأخيرة اللي نعطيها كل صبح: نعم، صاحب الشخصيات الإيجابية التي تجعلك تنظر إلى الحياة بمنظور مختلف، فنحن انعكاس لمن نصاحب. يعني هذا حتى مذكور في القرآن والرسول حث عليه: الإنسان على دين خليله. فنحن دائما لازم نختار من الشخصيات الإيجابية. كل ما كان الشخصية اللي معاك سلبية متقاعس أنت راح تكون نفسه، ولو ما كنت نفسه الناس راح تشوفك نفسه. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. كانت هاي فقرتنا مع زميلة أسماء الجناحي، وعرفتنا على اهتمامات السوشيال ميديا والنقطة اللي ذكرتها بخصوص الماي، أن 30 نضربه في الوزن أساس يعرف كل شخص فينا كم يحتاج كمية الماي خلال يومه
اليوم نفسه. ننتقل لفقرتنا اللي هي الفقرة التوعوية مثل ما عودناكم. اليوم موضوعنا جدا شيق ومهم، وبنتكلم أكثر بخصوص الحقائق العلمية عن الكيتو دايت، ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة بن كتة. صباحك الله بالخير أستاذة عفرة. جميل على مستمعينا وعليكم إن شاء الله. هلا عفرة، أحبين نتعرف أكثر عن موضوع الكيتو دايت، وكلنا عارفين يعني ناس وايد بدأت تتكلم فيه وبتدوا الناس حتى يطبقونه، فحابين نتعرف أكثر عنه. طبعا بالنسبة للحميات المتوفرة حاليا والأنظمة الحميات على مستوى العالم وانتشرت على وسائل الإعلام، نعم، هي حميات منها ما كان مدروس علميا وعلى أساس علمي، وفي من بعض الحميات اللي هي شبه مدروسة أو دراسات ضعيفة، يعني أنت ما تكمل الدراسات بحيث أن احنا نقول لك 100% ما تضر الجسم. صحيح. ومنها حميات مأخوذة عن طريق الممارسات البراكتس، يعني فيقول لك والله في النهاية هي نتيجتها أن يشوف هذا الشخص وزنه نزل، أو يشوف هذا الشخص أنه وزن زاد في الكتلة العضلية، يعني مثل ما نقول على الباين شانس إذا كانت الحميات ما فيها الدراسات الكافية لذلك. صحيح. ومن هذه الحميات اللي هو الكيتو دايت. الكيتو دايت من الحميات اللي ما فيها الدراسات القوية في تنزيل الأوزان. هذه الحمية في الأساس كانت حمية علاجية لمرضى الإبيليبسي أو المرضى اللي هم مرضى السرطان. نعم. الحمية هاي وفي حمية ما تقد سمعتوا عنها من سنوات سابقة كانت تريند على مستوى العالم، ليحد حمية أتكن دايت المشهورة اللي كانت موجودة سابقا. صح. حمية الكيتو هاي حمية عالية الدهون، بحيث نسبة الدهون تكون في وجباتي 75%، عالية البروتين، نسبة البروتين فيها من 20-35% توصل، وشحيحة أو قليلة من النشويات أو الكربوهيدرات، يعني 5% بما يعادل 20-50 جرام كربوهيدرات، يعني ولا شيء من الكربوهيدرات، كميات بسيطة. نعم. الكيتو هذا يشتغل بحيث أنه يلعب في الهرمونات. إحنا في الجسم في عندنا نوعين من الهرمون، يعني الإنسولين اللي تفرزه من البكاء، الإنسولين والجلوكاجون. نعم. لما احنا ناكل الحميه عاليه البروتين عاليه الدهون، نعم، احنا هني نعمل استيموليت او تحفيز لهرمون اللي هو جلوكاجون. الجلوكاجون شو يسوي؟ يقوم يكسر الدهون الموجوده في الجسم اساسا من الطاقه، يكسر الدهون ويظهر اجسام يسمونها الكيتون في الجسم، لانه كسر مثل ما يقوم الانسولين ويكسر يكسر كتل السكر يعطينا الجلوكوز. نعم. هذا يكسر الدهون يعطينا كيتو. نعم. طبعا هذا النوع الحمية يستخدم حاليا كتريند او كتوجه، يستخدمونه في تقليل الاوزان، ويستخدمون الناس الاثليتيز اللي هم اللي حاملين الاثقال، ويكون بالتناوب عشان يبنون كتلة عضلية أو يعطي انتنسف شدة في التمرين بالتناوب مع الكربوهيدرات، إلى نظام معين يدخل فيه يزيد كمية النشويات بالأيام، يعني خلال أسبوع تعملين اللي هو كيتو بعدين ترجعين لها على النشويات. هذا بالنسبة للرياضيين، أو إنك تلتزمين بالكيتو بحيث إنه ينزل الوزن. هذا الغذاء إحنا قلنا إنه لازم يكون عالي بروتين، فمن مصادر البروتين هي اللحوم بأنواع البقوليات، يوصون على الأجبان ومنتجات الألبان عالية الدسم، يوصون على البيض، يوصونك على الدهون، ترفعي نسبة الدهون تكون هي الدهون الطبيعية، مش الدهون المهدرجة مثل السمن النباتي وزبدة المرقين، لا، الدهون الطبيعية مثل جوز الهند، الذرة وما إلى ذلك، الزبدة. نعم. المكسرات يوصون عليها كذلك، يقول لك حتى كمية الخضروات اللي قلنا هي 5% اللي هي النشويات اللي نحتاجها. نعم. ناخذها من مصادر الخضروات اللي ما فيها نشا، مثل الخضروات الورقية الخضراء، مثل الطماطم، مثل البصل، يعني كمية جدا بسيطة. نعم. وهذا مشكلة هذا الدايت إنه له سايد إفكت، يعني بعد يضر الجسم، يعني إحنا عارفين إنه ينزل في ريسبونس، في تفاعل بين الجسم سريع، ممكن ينزل لك الوزن بسرعة لأنه يكسر الدهون، بعد يشتغل على الدهون،
لكن في نفس الوقت له مضار على الجسم. ثاني شيء عفوا سمحي لي على المداخلة، بالنسبة للناس يمكن جذبها أكثر لأن من ناحية نسبة الدهنيات أو نسبة حتى البروتينات كبيرة، فالواحد ما يتخوف أن بيوع أو يتخوف أن يعني خاصة الوجبات الدسمة، يعني معظمنا شابكين كل ما كانت الوجبة دسمة كل ما كانت ألذ، فيمكن الناس شابكينها بهالطريقة بعد عشان كذي بسرعة انتشار. ما يعتمد على المقالي يعني ما قصدهم الكميات الدهون المقالي، هم قصدهم الدهون الطبيعية الموجودة في المواد الغذائية. يعني مثلا عندك اللحوم مو مهم عندهم تشيلون الدهن، خلي الدهن مع الشحمة. ايوه فهذا اللي اقول لك عليه، هذا اللي يكون يسهل حتى يعني الواحد يحسبه انه سهل بس له بعد نفس الشيء اضرار نفس ما قلتي وسايد افكت. ايوه فمن أضراره اللي إحنا هاي الأضرار المثبتة علمياً. نعم. إن خلال هاي الفترة صابين بالزكام اللي هو الكيتو فلو، هي عبارة عن ضعف، قلة تركيز، جوع، غثيان، انزعاج، سواء كان عندك إسهال أو إمساك، هاي من أعراض بداية هذا النوع من النظام. نعم. خلل في توازن الماء والمعادن ونقص الفيتامينات في جسمك، لان احنا مرتكزين على اللحوم ومرتكزين على الدهون. اذا وين مجموعه دي موجوده في الحبوب والنشويات، لان فقدت جزء كبير من الفيتامينز المرتبطه بالاعصاب وما الى ذلك. صحيح. زياده تناول بروتين، احنا نعرف ان زياده تناول بروتين 3 جرام لكل كيلو جرام وزن الجسم يؤدي الى ماذا؟ الى سحب الكالسيوم من العظم. صحيح. ويؤدي الى هشاشه العظام. بالإضافة أن هذا يصير عليه مثل اضطراب في الكالسيوم موجود في الجسم، فيروح يتشكل على شكل بلورات الكالسيوم ويبعد في الكلى، يسبب حصوات الكلى. نعم. عند زيادة ضغط كميات البروتين على الكبد والكلى، أنا قاعدة أخذ كميات كبيرة من بروتين، اللي يهضم البروتين هي الكبد، واللي يصفي الأحماض الدهنية أو البروتين هي الكلى. تضغطين على الكبد، تضغطين على المصنع، تضغطين على المصفاة. صحيح. يتأثر الجهاز الدوري أو الجهاز الدوري والقلب بي، لأن كمية الماء قليلة فيه والأملاح اللي محتاجها هذا الجهاز قليلة جدا. كذلك الأشخاص اللي عندهم استعداد كبير أو عندهم هيستوري أو تاريخ مرضي مع النقرس اللي هو تراكم الأملاح في المفاصل، يسوء حالتهم أكثر لأن تتراكم عندهم هذه مع قلة الماء. فإحنا كأختصاصيين معتمدين ما ننصح فيه، لأن إحنا شايفين أن نتائجه مضمونة في تنزيل وزن، لكن على المدى الكبير المضاعفات هذه موجودة وهي مثبتة علميا. صحيح. فإحنا شو نقول من عندنا؟ إحنا نقولهم إذا أنت تبي تتبع حمية غذائية لازم تتحقق من أشياء معينة، يعني ادرس الحمية اللي عطوك إياها سواء حصلتها بالميديا أو من زميل أو ما إلى ذلك عن تجربة ونزل وزنه، شوف هل هذه الحمية متوازنة أو غير متوازنة. كل العناصر أنت سامع عن الألف باتا اللي هم شو؟ اللي هم البروتين والنشويات والخضروات والفواكه والماء ومجموعة الألبان، هاي ألف باتا في التغذية. هل هذه الألف باتا موجودة في الحمية اللي عطاك إياها زميلك أو ما إلى ذلك؟ هل هذا الدايت هو يفضل تعرفي أن عفرة يفضل كذلك أن يلجأ لأخصائية التغذية قبل ما يبتدي بأي حمية غذائية، يعني حتى لو يسأل هاي الأسئلة. نعم. يعني الحمد لله أنتم متواجدين في كل المراكز الصحية. نعم. في كل مكان وسهولة الوصول إليكم، فيكون وايد أحسن قبل واحد ما يبتدي أي نظام غذائي يستشير طبيبه، يتحول للأخصائي التغذية عساس يلقى المشورة كاملة ومن ناس ثقة وعارف وهو بيتم متابعته. مب يعني سبحان الله إذا استوى أي اختلال في أي شيء على الأقل من البداية يتم متابعته وعلاجه. عفرة داهمنا الوقت ما شاء الله، الموضوع جدا شيق والمعلومات اللي عطيتينا إياها وعطيتيها كذلك للمستمعين جدا مهمة. فنرجو أي واحد يعني يفكر يتبع نظام غذائي يلجأ على طول لأخصائي التغذية. الأستاذ عفرة بن كتة أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم، وإن شاء الله نكون فدناهم إن شاء الله. شكرا عفرة. مستمعينا الأعزاء طالعين فاصلة إن شاء الله وراجعين لكم موضوع جدا مهم، بنتكلم عن برنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال. قعدوا يانا، رايحين فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414، الرسائل النصية على 400-600. حياكم الله. موضوعنا لفقرتنا الثانية جدا مهم صراحة، لأنه يتطرق لفئة كبيرة وفئة جدا مهمة، وهي فئة الأطفال. بنتكلم إن شاء الله عن برنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال، ويانا على الهاتف الدكتورة حنان الحمادي، طبيب استشاري ومدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الصحة الأولية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة حنان. يا هلا دكتورة عاشي، يسعدني أكون معاكم اليوم. أهلا دكتورة. دكتورة، طبعا نحن عارفين فئة الأطفال وخاصة بخصوص التأخر النمائي، يعني مرات يتخوف الأهل من هذه النقطة، وطبعا الكشف المبكر له دور كبير وكبير، يعني مهما نتكلم عن دوره وأهميته يمكن نكون عاجزين عن يعني نوفي حقه حتى الكشف المبكر. فممكن تعطينا نبذة عن برنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال؟ طبعا دكتورة عاشة، بدأ فريق من هيئة الصحة في دبي بالاشتراك مع شركاء في الدولة للكل معنيين بما يخص يعني سواء المؤسسات التعليمية سواء القطاع الصحي أو الخاص أو الشركاء اللي شاركوا معنا، انطلاقا من استراتيجية دبي لأصحاب الهمم تحت محور الصحة وإعادة التأهيل. كان هناك برنامج معني بالفحص أو الكشف المبكر عن التأخر النمائي للكشف المبكر عن الإعاقات لدى الأطفال. طبعا تشكل الفريق فريق كبير، وخلينا نقول نتيجة العمل صراحة للفريق وبمشاركة خبراء من الدولة ومن خارج الدولة، تم الحمد لله إطلاق تطبيق أو استبيان معني للكشف المبكر عن التأخر النمائي. ماذا أعني بالتأخر النمائي؟ هو عبارة عن أي تأخر في نمو وتطور الطفل سواء الحركي اللغوي اللي بالتالي أثر على مهارات التواصل الاجتماعي وحل المشاكل لدى الطفل. طبعا لا شك أن هيئة الصحة في دبي يعني لديها برامج كشف من مرحلة ما قبل الزواج، يعني على أساس أن نكشف، يعني يكون الكشف مبكرا عن أي حالات ممكن تؤدي إلى الإعاقة أو التأخر أو التطور لدى الأطفال. فعادة هي رحلة ما قبل الزواج، خلال الحمل، خلال بعد الولادة. فبالتالي البرنامج معني للأطفال اللي من عمرهم 9 شهور تقريبا لعمر 6 سنوات، عبارة عن استبيان أو عبارة عن أداة تم مقارنتها بأدوات الكشف العالمية. نفس ما قلت دكتورة، هو العمل صراحة استغرق بما يزيد عن 3 أو 4 سنوات للفريق للوصول إلى أدوات كشف إن شاء الله تكون يعني توازي أدوات الكشف العالمية. إن شاء الله. الأداة هاي اسمها براعم، كلي فخر أني أعلن عنها اليوم. عبارة عن تطبيق ممكن أي حد يقدر يوصل له، سواء المرضى أو يعني سواء في تحت هيئة صحة دبي أو حتى من خارج الدولة، أو مجرد ما يكون في عندهم بطاقة هوية أو رقم لهيئة الصحة في دبي يمكن أن ينزل تطبيق هيئة الصحة والمسمى DHA دبي هيلث أثوريتي، وبيلاقي في هذا التطبيق تطبيق براعم. ممتاز. هو ضمن تطبيقات الهيئة بيكون، فيسهل على الشخص. نعم، هو المفروض ينزلون تطبيق الهيئة اللي هو نفس ما قلت اسمه DHA، ومتوفر على أجهزة الأندرويد وعلى أجهزة الآيفون. عبارة عن تطبيق سهل الاستخدام، يعني نفس ما قلت لك من عمر 9 سنين حتى 6 سنوات على حسب المرحلة العمرية للطفل. مجرد ما يتسجل اسم الطفل يبدأ النظام أوتوماتيكيا يبعث برسائل حسب المسجل إحدى الوالدين، ويقوم إحدى الوالدين بحل الأسئلة على طول، يكون النتيجة تبين لهم إذا كان الطفل في المسار الصحيح أو الطفل كان يحتاج إلى يعني مثلا تقييم أكثر أو أي تدخل. فبالتالي أنصح كل الأمهات والآباء اللي لهم أطفال من عمر 9 شهور لعمر 6 سنوات بتحميل التطبيق والبدء باستخدامه، وجدا سهل استخدامه ويعطيك الإجابة
على طول، يعني إذا في أي قلق ممكن نروح على الطبيب نراجع، فبيحصل إجابة على طول. وممتاز، يقدر الواحد يعني حتى في بيته في أي مكان يقدر يستخدم التطبيق، في أي مكان سواء قلتي. خارج الدولة أو داخل، أو داخل الدولة، يعني سهل على سواء الواحد. مسجل في هيئة الصحة أو غير مسجل، فبالتالي هو يعطيك فكرة عن نمو طفلك وتطوراته. نفس ما قلت هو يعني معني بالمهارات اللغوية، بالمهارات التواصل الحركية وحل المشاكل. طبعا ممتاز. كل مرحلة عمرية نقيسها بطريقة معينة وبأسئلة معينة، وهو سهل الاستخدام جدا. ممتاز. دكتورة، شو أهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال؟ يعني المجهود اللي بذرتوه، كذلك التركيز على فئة معينة، ويعني حتى مجهود أن الشخص نفسه وإنجاز أن يسوي يعني برنامج معين الشخص يقدر ينزله على التليفون، فشو أهميته؟ يعني شو هي أهمية الكشف المبكر؟ دكتورة، أنت تعرفين يمكن كثير من الحالات يتم تشخيصها متأخر، يعني صحيح. في وقت متأخر. صحيح. فبالتالي وأغلب الحالات يتم الكشف عند دخول المدرسة للأسف، فبالتالي صح. يكون فرصة الطفل إنه يحصل تدخل مبكر، وإن نحن نساعده على أساس يطور من المهارات اللي شوية عنده صعوبة فيها تكون متأخرة. فكل ما تدخلنا مبكرا كل ما كان النتائج أفضل. يعني ممكن بعض الأمهات تشوف إن في مثلا تأخر في النطق أو تأخر في بعض الحركات، نبدأ إحنا عادة بنصيحة الأم أو تحويلها حسب الاختصاص على أساس تبدأ هي تتفاعل وياه وتسوي له مثلا بعض التمارين، فبالعادة يتحسن الطفل. فنفس ما قلت كل ما كان التدخل مبكرا كل ما تجنبنا المشاكل اللي ممكن ما نقدر نعالجها بعدين. فإن شاء الله يعني هو البرنامج راح يطبق على مستوى القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية، ففي المستقبل دور الحضانات المدارس بيكون كلها مطبق بإذن الله. ممتاز ممتاز، هذه بأكبر شريحة بتكون يعني حتى بإذن يعني الله. هي إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق منهن. دكتورة، بالسؤال بخصوص الأمهات اللي عندهم أطفال إذا كان أكثر عن طفل في هذه الأعمار، تقدر تستخدم نفس البرنامج اللي نعم. أكثر عن طفل؟ الجميل في البرنامج ان تقدرين تدخلين كل الاطفال سواء عندك 5 6 10، تقدرين تدخلين الاطفال كلهم ما شاء الله. بما انهم في المرحله العمريه بين 9 شهور و6 سنين، والنظام معني انه يبعث لها رساله تذكيريه انها تملي الاستبيان حسب عمر الطفل. والحلو ان النظام مربوط بهيئه الصحه في دبي، فبالعاده يوصل مسج للطبيب اللي يعني بعلاج الطفل هذا يشوف التقرير على طول. يعني بالعاده يكون التقرير في يد الطبيب اللي يعالج الطفل على طول. ممتاز ممتاز، تذي بهالطريقة يعني يكون التعاون كبير، يعني التذكير بداية بأن الطفل يحتاج أن يتعباله لاستمارة الاستبيان، تنبيه ينبعث للطبيب وينبعث للأم أن يحتاج استشارة أو تقييم أكثر الطفل نفسه. صح. فهذا الشيء جدا يعني جدا جميل ومهم في نفس الوقت، أن متابعة المريض ما فقط أني عطيت درجة الاستبيان وما بعرف المريض بعد الاستبيان شو يسوي. صحيح. طبعا تم تدريب الموظفي القطاع الحكومي وموظفي في الهيئة والخاص على كيفية استخدام التطبيق وعلى كيفية استقبال الحالات في حالات إذا كانت هناك يعني بعض الإشارات للتأخر، ما هي الخطة اللي بعد ما يطلع لي مثلا هذا الاستبيان إن في مشكلة. فطبعا الموظفين مدربين وحاليا التدريب قائم ومستمر للقطاع الحكومي والخاص. ما شاء الله دكتورة، ونتمنى لكم كل التوفيق بخصوص هذا البرنامج. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام خلال البرنامج. أشكركم على الاستضافة، أتمنى من الأهالي لكل من عنده طفل من 9 شهور ل6 سنوات أن ينزل هالتطبيق أو يحمل هالتطبيق عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي. التطبيق اسمه براعم، فبيساعدنا وبيساعدهم أن نتأكد من نمو طفلهم بصورة طبيعية. دكتورة حنان الحمادي، طبيب استشاري ومدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الصحة الأولية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على الاستضافة. شكرا دكتورة. شكرا. شكرا. هذه فقرتنا الثانية مستمعينا، وطبعا النظام جدا
جدا يعني سهل وفي نفس الوقت جدا مهم، خاصة للكشف المبكر. يعني اللي عنده طفل من 9 شهور ل6 سنين نفس ما كلمتنا دكتورة احنا بخصوص برنامج براعم، بيكون في تطبيق هيئة الصحة بدبي. جميل أن الشخص يعرف يعني خاصة النمو التأخر النمائي يأثر على الأطفال، ونفس ما قال الدكتورة نحن نشوف الحالات بعد ما يدخلون المدرسة ويكونون خلاص يدخلون في المجتمع والدراسة، فيلاحظون الأهالي أو حتى المدرسين أن عندهم تأخر في تقبل الدراسة أو حتى تأخر في فهم الدروس نفسها. فجميل إذا الشخص عرف بخصوص طفله من البداية، عشان إذا احتاج أي تدخل احتاج أي استشارة أو تقييم من البداية، يعني على طول تكون يعني التقييمات تكون موجودة، وعلى طول ياخذ الطفل الاستشارة وكذلك العلاج المناسب للسنة عشان ما تتفاقم الحالة أكثر وأكثر. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. نبتدي فقرتنا الثالثة لليوم وبنتكلم أكثر وأكثر، بعدنا مستمرين اليوم. حلقتنا بتركز على الأطفال في أعمار معينة. بداية ابتدينا في موضوع برنامج براعم اللي هو بيختص من 9 شهور ل6 سنوات، الحين بنتكلم عن خدمات أطفال الخدج في مستشفى لطيفة. ويانا اليوم الدكتور محمود الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة الولادة والأطفال، وبنتحدث أكثر عن خدمات أطفال الخدج في مستشفى لطيفة. صبحك الله بالخير دكتور محمود. صباح الخير يا هلا بك. احنا هلا دكتور. دكتور طبعا كنا ما تخفى علينا أهمية هذا القسم، وأطفال الخدج يعني يولدون قبل وقتهم فترة ويحتاجون عناية خاصة معينة عساس يعني يكمل نموهم ويطلعون بصحة وعافية للأهل إن شاء الله وللجميع. فممكن تعطينا نبذة عن خدمات قسم الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة؟ إن شاء الله. طبعا هلا قسم الخدج في مستشفى لطيفة من أول ما ابتدى يعني قبل 32 سنة تقريبا بال 1987 كان عبارة عن 24 سرير، حاليا 64 سرير على مر الوقت يعني 3 مرات أضعف صار، وهذا بيبين حجم العدد اللي بيدخل القسم نتيجة ارتفاع نسبة الأطفال الخدج. لما نقول إحنا أطفال الخدج طبعا نتكلم عن الأطفال اللي بينولدوا قبل 37 أسبوع من عمر الحمل، وبيكون وزنهم عادة أقل من 2.5 وممكن لغاية 500 جرام. فمثلا بالسنة الماضية اللي احنا كان عندنا حوالي 1975 حالة دخلت للقسم، 60% منهم كانوا أطفال خدج. السنة هاي لغاية شهر 8 عندنا 700 حالة تقريبا، 50% منهم أطفال خدج. نسبة كبيرة دكتور. طبعا فهذا بيزود يعني المسؤولية والشغل اللي متطلب لعلاج هاي الأطفال. يعني كان في عنا السنة الماضية 7 حالات وزنهم أقل من 500 جرام، أصغر واحد كان 420 جرام. 6 منهم الحمد لله طلعوا من العناية وعم بيتابعوا حاليا في العيادة ونموهم طبيعي. فتصور لما يكون الطفل 500 جرام أول ما ينولد شو الجهد اللي متطلب له. السنة هاي مثلا لغاية الحين عندنا 8 أطفال أقل من 500 جرام، أصغر واحد منهم 375 جرام. فلما يكون الطفل بهذا الوضع طبيعي يحتاج عناية كبيرة أكيد. من ناحية التغذية، من ناحية الاهتمام بأنه ما يصير في عنده أي نوع من الالتهابات. وبالتالي القسم العناية المركزة الحمد لله الدولة حرصت على أنه تجهزه بطريقة ممتاز. يعني القسم يعتبر أكبر واحد في الإمارات الشمالية وفي المنطقة تقريبا.
فمن ناحية التمريض والدكاترة فريق ذو خبرة، ويعني مع العدد هذا والسنين هاي الحمد لله النتائج ممتازة، ممتاز. كتجهيزات جميع أنواع التنفس الصناعي موجودة، لأنه لما الطفل ينولد 500 جرام 100% ما بيقدرش يتنفس لوحده، فحيحتاج مساعدة على التنفس، وفي أنواع كثيرة من أنواع التنفس بيعتمد على الحالة الصحية للطفل. فجميع أنواع التنفس الصناعي موجودة، العادي وسريع التردد. طبعا في أطفال مثلا بيصير عندهم نقص أكسجين خلال الولادة، صحيح. في تجهيزات أنا بنسميها بنعمل فيها تبريد كامل للجسم، اللي هو ثبت إنه مثلا لما الطفل خلال أول 4 ساعات من ولادته إذا يعني تعرض إلى نقص أكسجين شديد وفي إلى خصائص معينة ونحط على الجهاز هذا، نتائج تحمل الدماغ من إنه يصير في تلف، وبيكون المتابعة تبع الطفل هذه بتدل على إنه صار في نوع من التصليح للضرر اللي صار للدماغ، ممتاز. بعكس لو كانت مش متوفرة. طبعا أي نوع من الفحوصات متوفر في المستشفى. الأطفال إلى جانب الأطفال الخدش، طبعا الأطفال الطبيعيين حتى لما ينولدوا وما يحتاجوا إلى دخول قسم العناية المركزة، نعم. متوفر جميع أنواع الفحوصات اللي هي أهم شيء بنسميها النيناتال سكرينينج، اللي هي نفحص الأطفال أمراض معينة من كعب الرجل، بناخذ فحص دم، بنشوف جميع الأطفال لازم يعملوا الفحص هذا، صحيح. لازم نعمل لهم فحص للسمع، لازم نعمل فحص لنسبة الأكسجين والقلب، حتى لو يعني لما يكون في عنا مثلا مستشفى لطيفة اللي احنا 4000 ولادة، جميع ال 4000 ولادة أو 4500 بنعمل لهم الفحوصات هذه. السبب لأنه نتأكد أنه كل الأطفال بصحة كويسة، وفي النهاية لو طلع حتى لو حالة واحدة طلع فيها نقص أو عيب تاخذ علاج مبكر من للموضوع البداية، صحيح ونتلافى أي مضاعفات. صحيح. دكتور محمود، عفوا بس عندنا مداخلة من أبو محمد. تفضل أبو محمد. نعم والله، صبحكم الله بالخير. صباح الخير السرور، إيش حالك أبو محمد؟ سلم حالك. رسالة شكر مع باقة ورد لكل دكتور في أطفال الخدج، لأن أنا أكثر واحد من راجعهم على 3 أطفال عندي كانوا مولودين طبعا خدج. نعم. لأن صراحة جهودهم جهود جبارة ويشكرون، يعني سبحان الله، العين الحريصة من بعد رب العالمين على الأطفال. ما شاء الله، وهاي مداخلة وشكر. نعم. صراحة نقدرك عليه. نعم، فهاي رسالة شكر بالنسبة لهم، لكن بغيت أعطي فكرة بعد حق الناس اللي أطفالهم ينولدون خدج. لو قلت لك صدقيني ما في خوف، لأنهم في أيادي أمينة من بعد رب العالمين طبعا، فهم في أيادي أمينة، وإذا لهم عمر بيكتبون. أنا بنتي جامعية الحينة. نعم. ولدت 725 جرام، يعني أقل عن كيلو. إيه نعم. أي. وبارك الله فيك، أختها الثاني ولدت 550 جرام، أصغر بعد وأقل وزن. وأخوهن ولد بكيلو و150 جرام، وكلهم خدج. بس عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. بالنسبة إذا الدكتور إن شاء الله خير من ينفع ويرشد في الموضوع، عندي الكبيرة انصابت بالسكر النوع الأول. نعم. فهي لما كانت مولودة خذوا عيناتها على اعتبار أنها ما مصابة بالسكر، لكن سبحان الله لما وصلت سن 3 سنوات اتضح أن هي مصابة بالسكر. فمعظمهم يقولون أنها بسبب شو؟ بسبب نقل الدم، لأن في هالمراحل يحتاجون بعض الأحيان للدم، يحتاجون للشحم. فالدكتور إن شاء الله بينورنا بارك الله فيه،
وأنا حقيقة أنا تعلمت من كثر ما أروح حتى من دون ما عندي خلفية طبية، قمت أتعلم أسماء الأدوية والأشياء اللي يعطون حق الأطفال مثل المراجعات. ممتاز، وهذا دليل أن يعني طريقة حتى شرحهم لكم وصلت، يعني طريقة الشرح سهلة أن الجميع يقدر يفهمها، ويعني خاصة وما مهتمين بس بالمريض، مهتمين بأهل المريض كذلك. ما في شك صحيح. هذا ما في شك، وأتمنى الأهل ما يزعلون ولا يحطون خواطرهم لما هم يتقيدون بشروط صحية صحيح. الدخول وأنهم يدخلون على أطفالهم. ترى نحن ناس كبار ني من بيئة ثانية وندخل عندهم، هم هذين المساكين معرضين للخطر والأمراض. هاي نصيحة أتمنى من عند أطفال في قسم الخدمة ما يزورهم إلا في الأسبوع مرة، والأعمار بدين رب العالمين أنت عليك الإنسان تجتهد فقط لا أكثر ولا أقل علشان ما نعرضهم للأمراض. بعض من الأسر ما شاء الله عليهم ما يخرجون من 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 المكان ليل نهار، مرة مسوين سفر قلوا ويا المكان مرات عارف تعذرهم صح، والقوانين معينة محطوطة لمصلحة المريض ومصلحة كذلك الأهالي، بس مرات تعذرهم من ناحية نعم. أن خوفهم على الطفل وخاصة إذا كان أول طفل. نعم نعم، أتمنى الجميع يتقيد وإن شاء الله عيالهم في مأمن، عيالهم في مأمن يعني سبحان الله، الله عطلهم عمر بيعيشون الحمد لله. السؤال كان لله. في موضوع السكر أيوة. هذا مهم جدا بالنسبة الدكتور الحين هي نعم. طبعا بنتي الحين هي أم لثلاث أطفال خلاص ما شاء الله الله يخليها إن شاء الله. الحين الدكتور بيجاوبنا على سؤالك يا أبو محمد دكتور محمود. بعدين في سبب ثاني، يا ريت لو الدكتور يقول سبب الولادة المبكرة، يعني في عوامل كثيرة من ارتخاء الرحم وأسباب كثيرة، الوزن، أشياء كثيرة، يا ريت لو الدكتور ينورنا. تقريبا أنا عندي فكرة عن الأمور هاي، لكن البقية. يا ريت لو يبطل الكلام بالموضوع هذا في نفس الوقت كيفية التجنب إن شاء الله. أبو محمد الحين دكتور محمود ويانا إن شاء الله وبيخبرنا بخصوص الاستفسارين اللي أنت طرحتهم في البرنامج دكتور محمود. هلا بالنسبة لأنه نقل الدم نعم. هو السبب بأنه يصير في السكري من النوع الأول، بصراحة يعني ما أظن يعني هذا مش السبب. في عوامل كتير بتأدي للحصول للسكري من النوع الأول، لكن 100% مش حكاية نقل الدم. فهي إذا عم بتتابع مع العيادة أحيانا ممكن يلقى سبب، لكن في أحيان كتير ما بينلقاش سبب، بس 100% هي مش نقل الدم. بالنسبة للسبب السؤال الثاني اللي هو السبب الولادة المبكرة، طبعا هناك عوامل كثيرة زي ما الأخ أبو محمد قال خبير ما شاء الله. منها مثلا في عوامل كومن زي مثلا التدخين، عدم اتباع نظام غذائي مناسب، بعض الأمراض المزمنة، الضغط والسكري، التهابات معينة مثلا التهابات المسالك البولية، وجود فترات قصر يعني قصيرة بين الحمل والحمل، وجود عيوب مرتبطة بالجهاز التناسلي مثلا ممكن يكون عنق الرحم صغير، ممكن يكون في عيب خلقي في الرحم نفسه. ف يعني هاي أبسط أسباب الولادات المبكرة ممكن تؤدي للولادات المبكرة. طبعا في أشياء أخطر منها، مثلا في أحيانا بيحصل ولادة مبكرة نتيجة أمراض جينية معينة بتكون حكمة، يعني ربنا زي كأنه أبورشن سبحان الله صحيح. بس تفرق من محل لمحل، بس هي اللي أكتر شيء اللي هي مثلا الأمراض المزمنة، ضغط، سكر الدم، الالتهابات والعيوب اللي موجودة بالجهاز التناسلي. نعم ودكتور كذلك بالنسبة للخدج، طبعا أنتم ما بس تراعون المريض نفسه، يعني حتى الأهل، يعني أبو محمد يعني جزاه الله خير على هالمداخلة وهالشكر، ذكر أن يعني حتى شكل كانت العلاقة كبيرة يعني بين الطبيب سواء مع المريض وسواء مع الأسرة نفسها، يعني أسرة المريض نفسه. فشو أهمية دور الأهل والأم بالتحديد في علاج أطفال الخدج؟ اللي احنا دائما بنقول انه الاهل الام والاب طبعا يعتبروا من ضمن الفريق اللي بيعالج الطفل. يعني حاليا اللي احنا مطبقين بالعناية المركزة عندنا مبدا الفاميلي سنتر، يعني مركز صحي عائلي
من حق يعني من طبق هذا المبدأ اللي هو يعتمد على أنه الأب والأم لازم يكونوا على اطلاع تام ويومي على ما يحصل مع أطفالهم. إضافة إلى أنه الأم لما نيجي من أول ما يعني حتى قبل ما تدخل أول ما تدخل بالحمل نحن نبتدي نعملها تنوير بالنسبة للرضاعة الطبيعية وأهميتها بالنسبة للطفل، لأنه ثبت علميا حاليا أنه الحليب الأم هو أحسن تغذية وأحسن علاج للطفل. فليش هاي الشغلة؟ أنه لما تيجي تولد وخصوصا لو كان طفل خبيث، نحن طبعا هاي تعتبر تروما يعني إصابة نفسية للأم لما هي تحمل وتيجي تلاقي حالة ولدت على 6 شهور. من على طول نحن نبتدي نشجعها أنه لازم تتأكد أنه تبتدي يعني تعصر الحليب وتطلعه عشان نجهزه للطفل ونعطيه، لأنه سبب مثلا أنه الطفل الخديج لما يأخذ حليب الأم نسبة إصابة التهاب المعوية أقل بكتير من نسبتها لو واحد عم بياخد حليب صناعي. فهي بتصير يعني هي عم بتساهم بالعلاج. هلا نحن مطبقين في اليونت شيء اسمه الكانجرو كير أو تلامس الجلد بالجلد ما بين الطفل والأم. وفي أحيانا كتير حتى يعني الحمد لله حتى أباء بيطبقوا المبدأ هذا، لأنه ثبت علميا أنت لما تحط الطفل على يعني الطفل لما يكون عاري بس يكون لافينه بأشياء معينة مجرد ما ينحط على الجلد تبع الأم، ملامسة الجلد بالجلد بيحسن الوظائف العضوية تبعيت الطفل، بيزود حليب الأم. الأبحاث بيّنت أنه حتى فترة إقامة الطفل في المستشفى بتصير تفرق وتقل عن اللي ما بتطبع عندهم فكرة التلامس أو الكنجرتين. مشان هيك احنا حتى جهزنا غرفتين في العناية المركزة. الغرفتين هاي عبارة عن فيهم أسرة للطفل للأم. هذا إجابة لمداخلتنا، يعني زين ذكرتها دكتور لأن في مداخلة تقول هل يعطي لها مكان قصدهم الأم للنوم في المستشفى حتى يتم إخراج الطفل؟ مش. لا هاي لا ما بالأسف ما متوفرة. أيوة. لكن شو اللي منسويه لحنا مثلا تصل 500 جرام. والأم طبعا الأب والأم مسموح لهم يجوا كل يوم أي وقت بدهم يشوفوا الطفل، يقعدوا مع يسأل الدكتور التمريض ومشان الحليب طبعا خصوصا الأم. هلأ الطفل اللي زي هذا 500 جرام، الأم مش طول الوقت موجودة مع الطفل. صحيح. وخلينا نقول الطفل صار وزنه كيلو ونص، كيلو 800 جرام أو 2 كيلو، صار جاهز إنه يطلع من المستشفى. وظائفه العضوية كويسة وتنفسه طبيعي وعم بياخد الحليب، يعني إحنا متوقعين مثلا إنه خلال أسبوع هذا الطفل هيكون جاهز إنه يطلع. فنبتدي إحنا تواصل مع الأم إنه نقولها انت نبغيك يعني تكوني موجودة في المستشفى، حتى ممكن نأمن لك مكان تنامي فيه انت وطفلك، يعني من نايم للطفل بسرير حد الام، بتكون هاي غرفة مشتركة لاثنين من الامهات ومجهزة بكل الاشياء اللازمة، بحيث انه خلال الفترة هاي اللي هي يومين ثلاثة واحيانا ممكن تزيد لأسبوع الام يتعود ثقتها بالتعامل مع الطفل، نتأكد أنه هي عم تتعامل مع الطفل بطريقة صح، الرضاعة عم بيقود الطفل من الأم بطريقة صح، كيف غسيل الطفل، أي استفسارات عندها خصوصا الأمهات لهم لأول مرة، منزود الثقة بينهم وبين نفسهم في التعامل مع الطفل. هذا بيساعد أنه الطفل لما يطلع من المستشفى نضمن أنه لا سمح الله ما حصير معاه مشاكل، والأم حتكون واثقة كيف تتعامل معه. ممتاز. تظل طول الفترة خلال الوجود للأسف ما موجود. مصعب. عذرنا دكتور، داهمنا الوقت ما شاء الله، الموضوع جدا مهم وإن شاء الله بنتطرق فيه في حلقات أخرى. دكتور محمود الحليق، استشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج مستشفى لطيفة للولادة والأطفال، شكرا لك.
يا أهلا. شكرا لك مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحين. مقدمة الحلقة لكم دكتورة عاش البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس الوقت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.